اللي سمعناه حالا في التقرير بيأكد فكرة إنه مش بس دور الجدات والدور الحقيقي للعيلة كان مؤثر جدا وكان جزء من سلامة الناس النفسية، لكن بيقول لك إنك أحيانا محتاج تتسمع، محتاج حد بيحبك كده وهيقبلك بكل تفاصيلك ويسمعك للآخر. حتى إنه كمان الأندية الرياضية دلوقتي بقت بتعين أخصائي نفسي للعيبة عشان يشرف عليهم وعلى سلامتهم النفسية وقت الهزيمة أو حتى وقت الفوز، لأنك أحيانا بتتغر قوي بالمكسب. كلنا محتاجين معالج نفسي مش كده؟ في مراحل كتير من حياتنا. حد هنا جرب الخبرة دي وشايفها إيجابية يحب يقول لنا عليها؟ أنا مريت بيها فترة مش من بعيد، من قريب. قعدت حوالي 4 شهور في البيت، ما سبت شغلي، سبت كل حاجة، ما بنجزش أي حاجة في يومي غير أني بنام، حتى الترفيه أنا منعي ما بنزلش. فقررت أن لأ خلاص، أنا يعني أنا مش محتاجة مساعدة دلوقتي، مش عيب أن أنا يعني أطلب مساعدة من حد. الأول كان الموضوع صعب أن أقنعهم في البيت بالموضوع ده. في الآخر تمام اقتنعوا ورحت. اكتشفت في الآخر أن أنا اللي كنت غلط، ان انا اللي كنت اذي الطرف الثاني في المشكله معايا. الموضوع كان ايجابي معايا، غير فيها حاجات كتير، غير في طباعي واسلوبي، بس مش فادني بس في الموضوع ده، ده فادني مع اسرتي كمان واصدقائي كلهم، بداوا يقولوا لي انت في تغيير، يعني في نتيجه. الله. انت ايه اللي حصل؟ انا عايزه اقول لك برافو 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 عشان اسباب كتير. يعني اللي انت بتقوليه ده اصلا نجاح فظيع، ان انا ابطل ابقى دور الضحيه وابقى انا اللي طول الوقت مجني عليه، ده سواء نفسي عظيم. وان انا احكي، دي قمه السواء النفسي، احكي واشارك الحاجات الايجابيه. اللي شروق مشكوره شاركتنا بيه واحده من اهم المكاسب اللي ممكن نخرج بيها في حياتنا لما بنتعامل مع طبيب نفسي امين ومخلص ويساعدنا يوصلنا لنقطه افضل في حياتنا. عشان كده واحتراما للمسيرة الكبيرة اللي أحيانا إحنا مش عارفين دورهم تحديدا أو بنتكسف لسه نروح لهم، تعالوا نشوف تجربة واحد من كبارات شغلانة الطب النفسي في مصر، ونشوف النجاح ده والقصة دي عدت بكام تحدي مع مرضى، وكام كمان قصة نجاح غيرت حياة الناس.